بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد القرآن كلام الله ليس بمخلوق والقران كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق قال فان كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق واياك ومناظره من احدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال: هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق كلام الامام احمد رحمه الله تعالى في القران قرر فيه ما ياتي اولا ان القران كلام الله ليس بمخلوق ثانيا القوه في الصدع بهذه القاعده وأراد بها أمرين. أحدهما إن القول بخلق القرآن نقص في حق الله وتعد على وتعد على مقام الربوبية. فالتنزيل دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والسنة دلت عليه ايضا ثانيهما الرد على من احدث قولا غير قول السلف في القران وهم الجهميه وورثتهم المعتزله قالوا بخلق القران ثالثا الرد او التحذير من مذهب اللفظيه وهم الذين قالوا لفظي بالقران مخلوق رابعا التحذير من مذهب الواقفه وهم الذين يقولون القران كلام الله لكن ما ندري مخلوق ام غير مخلوق القران كلام الله ليس بمخلوق والقران كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق قال فان كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق واياك ومناظره من احدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا ادري مخلوق او ليس بمخلوق وانما هو كلام الله فهذا صاحب بدعه مثل من قال هو مخلوق وانما هو كلام الله ليس بمخلوق الشرح وهذه القضية كما تعرفون قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وهذه القضية كما تعرفون قضية خطيرة جدا قضية القول بخلق القرآن قامت عليه محنه عظيمه لاهل السنه والجماعه وعلى راسهم الامام احمد رحمه الله وقع فيها السجن والضرب والقتل قام بذلك الجهميه والمعتزله في عهد المامون والمعتصم والواثق في عهد ثلاثه خلفاء من العباسيين امتحنت الامه محنه عظيمه بالجهميه والمعتزله واهل الضلال وتسلطوا على اهل السنه ولكن كتب الله العاقبه للمتقين فصبر الامام احمد رحمه الله وصابر وتحمل الضرب والسجن والمتاعب الشديده التي لا تطيقها الجبال رحمه الله فرفع الله مكانته وأعلى منزلته وصار إمام أهل السنه بحق فلا يرفع أحد رأسه بالسنه وراية السنه إلا واعتز بانتمائه الى هذا الامام العظيم اعز الله الاسلام بابي بكر يوم الرده وباحمد يوم المحنه كما قال بعض السلف رحمه الله وجزاه احسن الجزاء فالقران والسنه يدلان على ان القران كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا رجل يحملني حتى ابلغ كلام ربي. فالقران والسنه يدلان على ان القران كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. أوحاه إلى جبريل وجبريل بلّغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم والله يتكلم متى شاء وإذا شاء وكلامه الذي لا تفنيه البحار قال الله عز وجل: "قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الآية فمن فمن كلامه الكتب المنزلة لإصلاح البشر ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته ان يوحي الى الرسل وينزل اليهم الكتب لتصلح بها حياتهم وتستقيم عليها حياتهم ويتاهلون بوحي ويتاهلون بوحي هذه الكتب والعمل بها وبمقتضاها لدخول الجنه ومرضاه رب العالمين ومن خالفها وعاندها تقوم عليه الحجه ويستحق جزاء الكافرين ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار كما تحدث الله عن ذلك. والقرآن كلام الله. الله تكلم به سبحانه وتعالى. والكتب المنزلة كلام الله أوحاها إلى عباده. وكلم موسى تكليما. وكلم محمدا ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام. وينادي يوم القيامه اين شركائي واذ نادى ربك موسى النداء لا يكون الا بحرف وصوت يليق بالله لا يشبه صوتا ولا حروفا النداء لا يكون الا بحرف وصوت يليق بالله لا يشبه صوت ولا حروف ولا كلام المخلوقين فالله يتكلم والكلام صفة كلاء فالله يتكلم والكلام صفة كمال فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم وهي أحط من البشر الذين يتكلمون فالله كرم الإنسان وكمله ومن كماله واكمل كمالاته الكلام الذي تميز به على سائر المخلوقات فالله الذي اعطى البشر والملائكه والجن فالله الذي اعطى البشر والملائكه والجن العقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام وصفة الكلام من وصفة الكلام من صفات الكمال والله كامل يهاب من كماله لمن يشاء من عباده ومخلوقاته فهي صفة كمال العلم صفة كمال القدرة صفة كمال فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص ولما قال أحد كفار قريش ان هذا الا قول البشر قال الله تعالى ساصليه سقر انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر قول البشر مخلوق فتوعد فتوعده الله هذا الوعيد الشديد على هذا الطعن في هذا القرآن بأنه سحر وبأنه قول البشر هذا تنقص وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى وليس بمخلوق لأن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل في وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم ومؤداها أن الله لا يتكلم حتى الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة أوائلهم كانوا يقولون الكلام هو صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى لكن هذا القرآن ليس كلامه وإنما هو حكاية لكلامه وكلامه صفة قائمة بذاته ليس بحرف ولا صوت ولكن ما تكلم هذا القرآن ليس كلامه نسأل الله العافية ومن أواخر الأشاعرة من صرح بأن القرآن مخلوق مع الأسف فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق وكلام الله كله ليس بمخلوق وهؤلاء لما بداوا بهذه الفتنه يقولون كلام الله خلقه بغير محل ويقولون كلام الله لكنه كما تقول ناقه الله فيقولون ناقه الله وبيت الله اي من اضافه المخلوق الى الخالق وهذا من تلبيسهم وكذبهم قال الامام احمد رحمه الله تعالى وليس بمخلوق القران كلام الله ما يكفي ليش لان الجهميه المعتزله لان الجهميه والمعتزليه لان الجهمية المعتزلي الذي ينكر ان القران كلام الله يقول كلام الله ولكن يريد انه مخلوق مثل ان نقول ناقه الله وبيت الله بيت الله مخلوق وناقه الله مخلوق اليس كذلك فهو من هذا الباب ومن هذا التلاعب يقولون كلام الله لكنه مخلوق أنت إذا قلت كلام الله فلا بد أن تقول ليس بمخلوق لأنك لو قلت كلام الله وسكت وما قلت ليس بمخلوق يوافقك المعتزلي والجهمي يقول لك كلام الله لكن هو يكمل بأنه مخلوق وأنت أكملت أنه ليس بمخلوق والله اعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق قال فان كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق يعني صفه الكلام صفه قائمه بذات الله تبارك وتعالى